الرقمنية كانت لتسليمه 3 سنوات. هون الأعمال بشكل يومي بشكل مستمر ومتابع من المؤسسة العامة للإسكان، مو بشكل متواصل، بشكل آني. يعني هلأ صب القاعدة 30 ساعة بيتموا 30 ساعة بدون نوم، كل العالم مستنفرة عم تشتغل. عندنا 5 مقاسم بدأنا بتخصيصهم، يعني المواطن أخذ دفتر هلأ بيعرف أي شقته، قديش مساحتها، شو الدفعات المالية المترتبة عليه، شو يعني كل شيء بالتفصيل. نحن الحقيقة متابعين من أعلى الجهات بالدولة للتسليم ضمن الزمن المحدد والالتزام بالمواصفات الفنية. يعني الحقيقة إن شاء الله يعني بدأت الأمور يعني تمشي برتم أسرع يعني هلأ حاليا، وإن شاء الله نقدر نوفي بوعدنا. يعني أهلا بكم متابعي إذاعة نينار من موقع السكن البديل في الباسيليا سيتي. هذا المشروع الذي تعثر لسنوات اليوم يبصر النور وقريبا جدا. للحديث أكثر عن هذا المشروع معنا مشرف السكن البديل في محافظة دمشق المهندس صفوح قرقور. مرحب فيك أستاذ صفوح. أهلا وسهلا فيكم يا هلا أستاذ صفوح. نحن الآن بالمنطقة الأولى من السكن البديل، المنطقة ب هي من مشروع السكن البديل أو المرسوم 66. في نسبة إنجاز اليوم نحن عم نشوفها بهدول البنائين. نحكي اليوم يعني المشروع تعثر لسنوات، اليوم بدأت الأعمال في هذا المشروع، بالتأكيد الحديث كله عند حضرتك، تفضل. تسلمي، أهلا وسهلا فيكم. مشروع الباسيليا سيتي السكن البديل. السكن البديل هو عبارة عن بناء مجموعة أبراج 48 مقسم للمنذرين بالهدم بالمنطقة التنظيمية الأولى داخل المنطقة التنظيمية الثانية. هلأ عندنا بس في تعقيب صغير، يعني قبل ما نقول تعثر، ما عندنا تعثر بمعنى التعثر، صار عندنا تأخير بسبب الظروف الحالية اللي بتعيشها البلد من نقص بالمحروقات وبعض مواد البناء الأساسية، صار تأخير بسيط. وإن شاء الله هلأ الشركات المنفذة كلها يعني حلت المشاكل هاي المحروقات وساعدت محافظة دمشق في حل أغلبها واستأنف العمل وصارت وتيرته جيدة. نحن هلأ بالمقسمين A4 و A6 اللي هن تنفيذ مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية. كل مقسم بيتألف من 3 أقبية يلي هي عبارة عن أقبية خدمية زائد مرائب سيارات. نحن بالمشروع السكن البديل مخصص عندنا لكل شقة سكنية موقف سيارة خاص فيها، مشان هيك عندنا عدد أقبية كبيرة زائد خدمات عامة للبناية و13 طابق وسكني. وعندي الطابق الأرضي صاير هو عبارة عن صفته تجارية، يستخدم كصالات أطفال، صالات أفراح، صالات جيم، خلينا نقول محلات تجارية، بيعود ريعه لصالح مين؟ لصالح الساكنين بالبناية، يعني لجنة البناية مستقبلا هي اللي تستثمره. زائد تنفيذ بمواصفات فنية كثير عالية من أعمال متعددة، يعني كخطوط الغاز اللي هي بدها تفوت على السكن البديل، عندنا العزل الحراري، استخدام اليو بي في سي للنوافذ والشرفات، الجودة العالية بالأبواب المقاومة للحريق، المصاعد اللي جاية باكج واحد كتلة أوروبية مثلا، عندنا أنظمة الحريق الكبيرة، عندنا أنظمة الموقع العام، الحدائق، يعني كلها مدروسة على أحسن المواصفات وعم يتم التنفيذ بجودة عالية بالمواصفات العالية. هلأ هون بلشنا تقريبا صرنا بالطابق الخامس بأعمال تقطيع البلوك، وبدأت الأعمال إكساء البنى التحتية بالأقبية من القبو الثالث ونحن طالعين باتجاه الأعلى، وإن شاء الله الأمور ماشية بشكل إيجابي، ونتمنى يعني نخلص من التأخير يلي كان موجود ببداية القصة نتيجة بعض الظروف. نعم، إذا بدنا نحكي اليوم عن نسب إنجاز، يعني قد إيه نحن فينا نقول إنه في نسبة إنجاز بدأت بهذا المشروع؟ هلا عمليا نحن مثل عندنا ذول مقسمين، يعني عندنا نسبة إنجاز يعني بدنا نقول مالية مع زمنية، يعني تجاوزنا 60%، لأنه بتعرفي نحن عندنا أعمال البنى التحتية والقواعد والأقبية هي اللي بتاكل الجهد الأكبر والوقت الأكبر. هلا متى ما صار عندنا بلاطات متكررة صارت تنفيذها أسرع، الرتم تبعها تكرر، يعني صار معروف شو هو يعني. وأعمال البلوك والتقطيع الداخلي والإكساء ما بتاكل زمن قد أعمال الهيكل اللي كتل بيتونية ضخمة كثير مثل ما شفتوا حضرتكم يعني بالتنفيذ يعني. نعم.
هون خمس طوابق ولا ست طوابق هدلون الابراج او قد ايه عددها؟ هدول عندنا نحن ثلاث اقبيه تحت الارض وعندنا 13 طابق، طابق ارضي قلت لك عنه تجاري و12 طابق سكني متكرر. يعني هون لسه في اعمال بناء طبعا. هلا احنا عمليا بالطابق الثامن، عمليا استنى اربع طوابق بكل كتله برجيه، وعندنا هلا كمان برج ثاني ورانا اذا شايفينه الرافعه البرجيه هنيك يعني مبين عليه. هي كمان هلا نحن خلصنا اعمال الاقبيه كله وهلا بداوا بالاعمال بالطابق الارضي وما فوق. هلا احنا الحقيقه معروف عند كل المختصين الفنيين وقت بيصير المشروع بالطابق الارضي يعني بنعتبر انه نسبه الصعوبه الكبيره خلصت فيه، وان شاء الله نحن باغلب المقاسم يعني اعطانا صوت منيح بهالمجال. اليوم اذا بدنا نحكي عن التسليم راح يكون لكل المنطقه ولا كل مقسم ممكن بينتهي بيتم تسليمه لحال؟ لا، نحن التسليم عم يكون على طبعا بتقوم بتنظيمه المؤسسه العامه للاسكان، الجهه المديره للمشروع، وبتعرفي نحن محافظه دمشق نحن الجهه المالكه للمشروع، بالتنسيق بيننا وبينهم خصصنا هلا الدفعه الاولى 522 شخص، يعني من اصل 5500 شخص. كل مجموعه ابراج بتصير بانجازها بفوق الارض مثلا بنبلش نخصص فيها، يعني مثل هون هلا تخصصوا ذول المقسمين، مقسم ثالث عندنا خمس مقاسم بدانا بتخصيصهم. يعني المواطن اخذ دفتر هلا بيعرف اي شقته قديش مساحتها، شو الدفعات الماليه المترتبه عليه، شو يعني كل شيء بالتفصيل. هلا بيخلصوا ذول الخمسه تخصيصهم بننتقل لتخصيص خمسه ثانيين بحيث انه نكون حققنا فيهم نسبه انجاز ثانيه خلال هذا الزمن يلي نحن عم نشتغل فيه. المدة الزمنية النهائية لإنهاء المشروع وفق العقود قد هي اليوم؟ هلا هي بالاساس المدة الزمنية نحن حاليا هلا مباشرين ب 24 مقسم، هدول المدة الزمنية كانت لتسليمهم ثلاث سنوات، بس بتعرفي يلي المقسم يلي سلم من سنة غير المقسم يلي صار له سنتين مسلم، يعني كل بتعرفي في لجان مختصة بمتابعة امور المدة الزمنية وملاحقتها يعني بشكل دقيق. نعم، انتم بالنسبة لكم كأعمال قد ايه متوقع الوقت لانهاء الاعمال؟ لا، هذا المشروع باقي له سنه من وقته. هذول المقسمين ان شاء الله يعني بجوز يزيد، يعني بتوقع انه يزيد شوي على السنه، بس ان شاء الله مو اكثر، يعني بتكون مده بسيطه لانه في يعني ان شاء الله يعني الورشات شاده والمعوقات يعني اغلبها خلصت يعني والصعوبه الكبيره خلصت، ان شاء الله بتكون يعني ضمن الزمن او زياده شيء بسيط يعني. نعم، يعني فينا نقول يلي تخصص من هون لسنه سنه ونص بالكثير ممكن انه هو يتسلم. بهدول اثنين وباحد ثالث ايه اكيد، بس في واحد يعني في اثنين الاخر ممكن يتاخروا شوي يعني مو اكثر يعني. نعم. ايه. هلا هذا اول موقع نحن، حضرتك قلت لنا في عنا اربع مواقع لسه او اكثر؟ ايه لا، عنا عمليا ايه اربع مواقع، عنا هلا في موقع ثاني بدايه اللوان، عنا ثلاث مقاسم فيه، عنا كمان في صب قاعده بواحد منهم هلا حاليا قاعده ضخمه هلا بتشوفوها 1500 متر مكعب بيتون بتشوفوها هلا، وبعدها في عنا مواقع باخر داريه الشرقيه، وعنا موقع كمان بنهر عيشه. نعم، لكن خلينا نتوجه لهذيك المواقع. تأنا الموقع الثاني بعد ما شفنا الموقع الأول على المتحلق اللي حكينا عنه، هذا الموقع الثاني عندنا ثلاث أبراج فيه، تنفيذ الشركة العامة للطرق والجسور فرع دمشق. هلأ عندنا البرج هذا البي بي 127، هذا تنفذ تقريبا كل بلاطات كل الأقبية الخمسة اللي هي مستخدمة مرائب سيارات خاصة بالساكنين وخدمات عامة يعني للبناء شو ديرات وبنى تحتية أخرى. هلا هون عندنا استخدمنا تقنيه بلاطات الهلوكور اللي هي من المرات الاليه اللي بتستخدم بالبلد ببعض ظروف الازمه السيئه، بتعطي جوده بالتنفيذ وسرعه. هلا المقسم الثاني البي بي 100 البي بي 64 صار هو في تاخير بالبدء بالاعمال فيه بسبب عده مشاكل، كان منها وجود بنى تحتيه كابلات اشاره وكابلات اتصالات وكابلات كهربائيه ضخمه بتغذي مناطق حساسه بالبلد، لا تم تامين البدائل لها، زائد وجود المياه الجوفيه اللي طلعت معنا بهذا المقسم وهذا المقسم، اضطرنا لتغيير بالخطه بخطه العمل. يعني هلا نحن عم نصب الحصيره تبع البي بي 64، هاي الزمن الصب المتوقع اكثر من 24 ساعه، ممكن 33 ساعه، هي تقريبا 1520 متر مكعب يعني حجمها. يعني نحن فينا نقول بانه الاعمال هون هي مستمره يوميه، يعني مو انه مثلا اليوم نشتغل جزء منعطل الاسبوع بعدين بنرجع، طالما في شغل عم بيكون، يعني لانه التاخير يلي كان يصير سابقا يفترض انه انتهى حاليا. تمام. هلا نحن كان في معيقات بالبدايه تجاوزناها لهالمعيقات هاي، هلا العمل استاذه مو بشكل متواصل، بشكل اني يعني هلا صب القاعده 30 ساعه بيتموا 30 ساعه بدون نوم، كل العالم مستنفره عم تشتغل
تغيير كوادر، تغيير على مدار اللحظة، هاي ما بيصير في يكون في عندي انفصال. هون الأعمال بشكل يومي بشكل مستمر ومتابع من المؤسسة العامة للإسكان، الجهة مديرة المشروع، والمحافظ دمشق صاحبة المشروع. نحن هلا وين رح ننتقل؟ هلا رح ننتقل للموقع الثالث بآخر دارية، في عندنا في 9 أبراج، تنفيذ شركات قطاع عام كمان، إنشاءات عسكرية، وعندنا بناء وتعمير وإسكان عسكري. هلا نحن انتقلنا للمنطقة الثالثة من تجمع أبراج للسكن البديل. عندنا البرج الأول النموذج ATC 287، هذا 4 أقبية و15 طابق. النموذج الثاني عندنا هون BC كمان 5 أقبية و15 طابق. هون ظهرت عندنا مشكلة مياه جوفية أثناء عمليات الحفر، أدت لتأخير بسيط بمعالجة عمليات الضخ ونضح المياه، وإذا يمكن على الكاميرا نبين آثار المياه الجوفية. نحن مبارح صبينا طبقة بيتون النظافة الحماية، مشان هيك اليوم ما نكون شايفين عندنا حدا بالموقع، لأنه هي فترة يعني رياحة للباطون بس ليوم واحد بسبب المياه الجوفية. هلأ الموقع، المواقع الثانية اللي عندنا إياها، عندنا هون 5 أبراج لتنفيذ مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية، حاليا محفورين، بلشنا بعمليات الحفر. هلا الحقيقه في كان عندنا يعني شويه عوائق بالمنطقه هون، هي خاصه هاي كميات كبيره من عمليات الحفر والترحيل بتتجاوز ال 100 و 200 ألف متر مكعب، بدهم كميات كبيره من ماده المازوت، والفتره القديمه معروفه، يعني ما بدنا نعتبرها انه هي عذر او حجه، بس الحقيقه هو في كان ازمه محروقات كبيره. بنشكر الله انه الفتره الماضيه انحلت المشكله، بلشنا نزودوا للشركات بالعمليات، مثل ما انتبهتوا المقسم الاول اللي جينا عنده الآليات شغالة. بيظهر عندنا أحيانا بعض المعيقات الجانبية الثانية، بيوجه السيد المحافظ أنه بيحلها فورا، مثل أنه هون في عندنا كان طريق بيخدم المنطقة الحالية المساكن القائمة، هالطريق هاد جاي بقلب المقاسم تبع الإنشاءات العسكرية، اضطرينا نعمل له نقل، عملنا له طريق ثاني بضمن الطريق التنظيمي الأساسي مشان الاستفادة، وفق المرسوم على المخطط، تماما وفق المخطط التنظيمي، بحيث أنه وقت بيصير تنفيذ الطريق الثاني بكون نحن استفدنا من الكميات اللي حطيناها فيه ولحل المشكله. والحمد لله هلا انطلقوا الشباب هون، الاعمال يعني مشي حالها، ان شاء الله الانشاءات العسكريه مواظبين، ونحن الحقيقه متابعين من اعلى الجهات بالدوله للتسليم ضمن الزمن المحدد والالتزام بالمواصفات الفنيه. يعني الحقيقه ان شاء الله يعني بدات الامور يعني تمشي برتم اسرع يعني هلا حاليا. هلا اكثر شيء بهم الناس اليوم هو انه بالفعل هن مع بعد 3 سنين رح يتم تسليم المنطقه كامله ويسلموا بيوتهم تحت بعد التعثر يلي صار. المدة الحقيقية هي 3 سنين ان شاء الله. ان شاء الله يعني اذا بده يكون في تجاوز هو تجاوز بسيط، وهي طبعا في لجان انت متابعه عمليات التنفيذ، ونحن متابعين من اعلى الجهات يعني للتسليم ضمن الزمان وضمن المده العقديه، وان شاء الله نقدر نوفي بوعدنا. يعني في بيوت قائمه موجوده، يعني عم تقلي انه انتم مديتوا الطريق للمنازل القائمه الموجوده، مثلا هون في بيت، هنيك في بيت على الحرف، هدلونا كيف عم يتم التعامل معهم؟ هدول تم إخلاؤهم سابقا ولا يعني احنا عم نشوف انه في سكان بالمنطقة؟ ايه هلا الحقيقة هي احدى المشاكل الاساسية اللي بتواجهنا احنا بتنفيذ مقاسم السكن البديل. يعني على سبيل المثال هذا البيت اللي شايفينه بالجهة الجنوبية من المقسم، هلا نحن عمليا هذا بعاد عنه بحدود 6 أمتار. هلا طلبنا، جبنا تقارير سلامة انشائية، كان همنا الهاجس الاساسي للمحافظة على سلامة البيت بحيث انه ما يتأثر يعني بالاعمال الحفرية اللي عم نعملها. طلبنا من اصحاب البيت الاخلاء مع تأمين بدلات ايجار لهم ريثما يتم صب الجدران الاستناديه الحفريه. وهون هيك يعني هيك بيتم المعالجه لاي اجراء بيصير. بتعرفي هذه القصه بتاكل وقت، يعني احنا الهاجس الاكبر سلامه السكان الموجودين حاليا بالمنطقه، انه بدنا نامن سلامه السكان، منشان هيك يعني ادى لبعض عمليات التاخير احيانا بالتنفيذ. فضينا البيت بالتنسيق مع اصحابه طبعا وبرضاهم، وطلبنا تعهد منهم انه ما يرجعوا على البيت لنخلص صب الجدران الاستناديه. ان شاء الله هي بتاكل، يعني ما بنوصل عند سطح الارض انتهاء الجدران الاستناديه خلال 5 أشهر او اقل يعني تقريبا بيرجعوا السكان على بيوتهم. يعني نحن عم نحكي انه بهي المنطقه مثلا اي حدا، اي بيت او اي سكان شاغرين لاي موقع انتم، غير يعني هي غير منظمه بشكل كامل. يعني سابقا تعودنا بانه لما نفوت على منطقه تنظيميه بيتم اخلاء جميع السكان منها، هون نحن عم نشوف انه في ناس موجودين، هدول رح يتم اخلاءهم لاحقا ولا
يعني ناطرين لحتى تخلصوا هاي الابراج بالضبط تشرح لنا شوي. تمام، هلا نحن حاليا الابراج اللي عم ننفذها مثل ما بتعرفي حضرتك هن سكن بديل بالمنطقه التنظيميه الثانيه للمنزورين بالهدم بالمنطقه التنظيميه الاولى. نحن عم ننفذ 48 مقسم، 48 مقسم هن غالبيتهم خاليين من الاشغالات، يعني سلمناهم يعني كانوا خاليين من الاشغالات، يعني شو الاشغالات؟ مساكن، مزروعات، حظائر، اي شيء ثاني، نحن سلمناهم خاليين من الاشغالات، بس احيانا بيصدف انه بداخل حدود مقسم مع بيت مجاور، نحن الهاجس تبعنا نأمن سلامة هذا البيت. هدول البيوت القائمة الحالية هي ضمن مشروع التنظيم الباسيلية سيتي يلي هلأ بتعرفوا من شهر تقريبا سمحوا بتداول الأسهم فيه، معناه نحن أسعى لنهاية هاي السنة سنة كاملة، هذا رح يصير له تنظيم مثل تنظيم الماروتا سيتي بالمنطقة التنظيمية الأولى. وين رح تكون بيوتهم؟ نفس المنطقة، يعني نفس مثلا المنطقة. صاحب هذا البيت اللي عم نحكي عنه بياخد بنفس المنطقة؟ بنفس المنطقة، إجباري إزالة شيوع، بيصير توزيع إجباري للمنطقة، وكل مجموعة مالكين لهم أسهم معينة بتشاركوا على مقسم على نفس المبدأ بالمروتا، أخذوا بنفس الأرني تماما. تمام، بس ما رح نرجع ندخل بمرحلة يعني بدل إيجار وكذا، رح يتم البناء بالأول بعدين الإخلاء ولا بالعكس؟ الحقيقة هو في 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 يعني التوجيه هيك إنه يكون في إخلاء زونات أولية، تأمين سكن لإيلون، تسكينون، وهكذا يعني على مراحل بيكونها بهالحالة هي بنخلص من عمليات بدلات الإيجار المرهقة كانت، والمواطن نفسه ما بيحس بالعبء المادي عليه. لكن أكيد ما حتكون قبل سنوات. لا هلا نحن في عندنا مرحله سنه هي بيسموها مرحله تداول اسهم، بعد هاي السنه بتبلش عمليات التجميع والترخيص وهي العمليات الثانيه يعني، وهي متابعه مديريه خاصه لها مديريه المرسوم التشريعي 66 هي مختصه. هلا في سنه تداول اسمها سنه تداول وهن ببيوتهم وبيوتهم طبعا. بالاخلاء امتى؟ لا الاخلاء بعد هاي التداول بوقتها بيصير يعني في افكار جديده راح تعلن اكيد عنها، المحافظه تعلن عنها، بس ان شاء الله راح يتم الاستفاده من التجارب التجربه القديمه وتلافي كل الاخطاء يلي صارت. اكيد نحن بهمنا انه بالفعل يتم تلافي جميع الاخطاء يلي صارت بالتجربه السابقه وما نرجع نفوت بنفس الـ يعني الـ المشاكل يلي صارت سابقا. لا هيك توجيهات السيد المحافظ وجه انه اي التجربه القديمه نستفيد منها، وان شاء الله يعني تكون العمليه سلسه وانتقال سهل ويستفيد المواطن من التنظيم يلي هو مكرومه يعني من السيد الرئيس لإله يعني بشكل عام. نعم، بدي اشكرك كثير استاذ صفوح قرقور وانت مشرف السكن البديل في محافظه دمشق، والشكر الاكبر لكم متابعي اذاعه نينار، ونامل ان تستمر اعمال اعاده اعمار سوريا بشكل حقيقي وبوتيره اسرع. شكرا لمتابعتكم.